تبغى طعام؟ نعم بس عبدوا عليه تو عبدوا عليه. ابوي لا تعلم مع طعام انت وانت خلف درسهم يصيروا الجامعه. سيبوا الهوش. اليوم المدبل وصلكم وما قصر بياض الوي عليه، لكن قبل ما ندخل تعوش قال لي رفقه انك ترفق على العربان كلهم الموجودين باكر ترياكم في المزرعه. ابوي اقول لك بعدنا تونا اللي ماكلين عنه. اصبر يا ابوي، لا تقول ابوي لا تقول باكر، يا باكر ما بتصير، باكر بصير عندي شغل. Oh,
ان شاء الله بس لا تزعلوا امور طيبه يا ربي ارفع فهد ان شاء الله يلا باي باي.